بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. باسم الجمعية الزموري للتجار بسوق جمال الخضر الفواكه، الإخوان الكرام، بلغنا رسالة إلى السيد الرئيس بيوم 10/8/2016 على أساس أنه يتم عقد اجتماع مع السيد الرئيس بيوم 11/8/2016. المد عن الرسالة في كتابة الضبط، اتصل بنا السيد طه بالكوح الممثل ديال السيد الرئيس بالمرفق سوق الجملة إلى آخره، على اساس انه واش حطينا شي رساله للسيد الرئيس. بلغنا بان حطينا رساله بالفعل، قال لنا واش غتجلسوا مع الرئيس ولا معايا. قلنا بدا غنجلسوا مع الرئيس. الطريقه التي جاوبنا بها هو انه انتم الرئيس. بيوم 11/8/2016 جينا كنكتب مسير ديال الجمعيه كنشوف السيد الرئيس، تفاجئنا بان الرئيس ما كاينش. العموم دخل على الخط السيد الكاتب العام السيد مسعودي وصر لنا الوضع بحال هكايا، قال لك اودي انا لقيت فاش غيدخل الرئيس غادي نبلغ شخصيا، ما عندنا حتى شي اشكال السي مسعودي، ما كاين حتى مشكل. الى يومنا هذا، ما الطريق اللي كنسجل فيه الفيديو هذا اليوم 1/11/2016. سمعوا الاخوان بان هذه المده كامله الرئيس او المجلس البلدي بشكل عام ما بغاش يستجيب للمراسله ديالنا. شنو هو السبب؟ ان هناك عدم اهتمام بهذاك المرفق، وهذاك المرفق تابع للبلديه اللي كيشير ليه القرار ديال المجلس البلدي، كما يشير بان جميع السلع تمر عبر سوق الجمله، والسوق الجمله تابع للمجلس البلدي، والمجلس البلدي كيدي النسبه ديال 5% اللي كيديها التاجر في هذاك المرفق ديال 7%. المشكل اللي كنعانيو منه الاخوان داخل هذا المرفق هذا هو عدم التسيير وعدم الاهتمام، وكان واحد الاهمال اللي هو كبير في الولايه ديال السي بلفيل الاولانيه قبل السي عبد السلام بويرماني، دار عدد ديال السلبيات السي الرئيس السي بلفيل. من ضمن السلبيات اللي دار في ذاك المرفق هو انه حيد الماء ديال لونيب. كيف يعقل الاخوان هذه 10 سنين حنا كنشربوا غير الماء ديال البير، والماء ديال البير ما كيتشرب، كيشربوا غير الناس اللي مضطرين انه يشربوا. شنو السبب؟ لان دار واحد السيتيرنا فوق المرفق، وديك السيتيرنا ديال البلاستيك وكتجمع الخز، وجا الطبيب ديال البلديه شخصيا وعين هذاك الماء ولقى غير الماء صالح للشرب. هذا الطبيب هذا حيد عليه المسؤوليه. الاخوان لا من التجار ولا من المستخدمون ولا من حماله ولا من جميع الناس اللي عندهم علاقه بهذاك المرفق، اي انسان كيجي من البيت ديالو خصو يجي مع قرعه ديال الماء. هذا جانب. والجانب الاخر ان كيف يعقل بان باش هذا الرسول، حنا كجمعيه الرسول سيد الرئيس رساله، وكما كنشيروا من ضمن الاهداف اللي عندنا في الجمعيه، حنا كنشيروا من ضمن الاهداف اللي كاينه في القانون الاساسي ديال الجمعيه، كتشير بان الجمعيه تشتغل في اطار مشترك مع السلطه التشريعيه والسلطه المحليه والعماله. لهذا حنا كجمعيه كنمدوا يدنا للسيد الرئيس المجلس البلدي باش نتعاون هذاك المرفق نردوا ليه الوجه الحقيقي ديالو كما كان، ومن خلال المداخل اللي كيدخل هذاك المرفق. نعطيكم واحد الرقم اللي ما غتخيلوش، كان كيدخل ما يزيد على 560 ديال المليون سنتيم في السنه. فاش كان المارشي كيشتغل وقبل ما تبان الظاهره ديال التهريب، هذا هو الموضوع اللي بغينا نحنا نناقشوا مع السيد الرئيس. حاليا دابا من خلال الظاهره هذه، الظاهره اللي ولات ظاهره كتنعكس على التاجر داخل المرفق، كتنعكس على التاجر داخل هذاك المارشي، وكاين شرفاء تجار اللي مازال لحد الان متشبتين بهذاك المرفق، الناس اللي عندهم غير على المدينه ديالهم، وعندهم غير على المرفق، وعندهم غيره على هذيك المهنه، لانه كيزاولوا المهام ديالها داخل هذاك المرفق باش كيتعتبروا كتجار. الا كان كدعي البلديه من خلال قرار ديال المجلس البلدي ديالها، كتقول بان جميع السلع يجب ان تمر عبر سوق الجمله، وسوق الجمله تابع للمجلس البلدي. حنا ما بقاش عندنا سوق الجمله واحد في خميسات، ولاو عندنا 10 الاسواق عشوائية وأسواق سوداء. النسبة ديال السلعة اللي كتمر عبر سوق الجملة إلا فقط حاليا 10%، أما 90% كلها تباع وتزاول عبر أسواق العشوائية. من خلال النقاش ديالنا مع السيد الرئيس بويرماني من قبل السي حميد بالفيل، كان اجتماع بشكل رسمي مع السيد العامل، لحظة انه فاش كنناقشوا مع الوضع ديال هذا المرفق هذا والجانب اللي كيتحمل المسؤوليه السيد الرئيس السي حسن بويرماني هو المجلس، بحكم الخالي اللي كتشتغل في اطار محاربه الظاهره هذه. شنو هو الجواب ديال السي الرئيس؟ انه كيمسح مسؤوليه
الناس ديال السلطه وديال الامن. وفي هذيك اللحظه كان الجواب على المداخله ديال السي عبد السلام بورماني، قال لي السي عبد السلام الله يجزيكم بخير السيد الرئيس، راه المسؤوليه كتحملوها نتوما، لان هذوك الموظفين تابع لكم، تابع المؤسسه ديالكم، وهذوك الموظفين عارفين كيفاش كيشتغلوا على برا. لو كون كانوا كيزاولوا المهام ديالهم بشكل قانوني وفي اطار القانون ما تكونش الظاهره هذه. شنو قال السي عبد السلام؟ لان الامن ما كيحميش هذوك الموظفين. كيف يعقل السيد العامل الموظف يخرج يشتغل ويزاول المهام ديالو وكيمشي عند اصحاب العربات وكيلقى عندهم السوفه والسلاح الابيض من الحجم الكبير؟ يعني كيتهم هذوك الناس ديال الباعه المتجولون انه عصابه اجراميه. فديك اللحظه كان حاضر السيد الباشا، حاليا كان حاضر، والسيد الممثل ديال الشرطه القضائيه حاضر. الرد ديال السيد الرئيس في المداخله ديالو، السيد الرئيس الله يجزيكم بخير، لو كانت الخليه غتشتغل بصفه قانونيه وغتطبق القانون في الاطار باش خارج تشتغل، يجب ان ضروري انه باش يكون رجل الامن اللي غادي يحمي هاد الخليه هادي، لان غادي يوقع اصطدام بينها وبين ذاك البائع المتجول. ولكن مع كامل الاسف باش حنا غادي نوضعوا واحد رجل الامن ورجل ديال القوات المساعده ما بين هاد الاشخاص هادو، ويتم اتصال مع الناس المهربين على داك رجل الامن، راه عنده المكانه ديالو رجل الامن، هذاك الزي الامن اللي لابس حنا كنحترمو كامل الاحترام، يكفي الرجل الامن كيسهر على الامن ديالنا. لهذا باش جاوب السيد الرئيس لما جاوبتونا في اطار ديال الجانب الامني انه خصو يتدخل، طلب من السيد العامل انه باش غادي يشكل خليه، ولا ما كفاتش خليه غادي نشكلو جوج خليات. يعني المشكل اللي كتنهج معنا البلديه في هذا الموضوع هذا هو ديما في الوقت فاش كنتحاوروا مع في هذا الجانب هذا اللي كيصب في مصلحه ديال المرفق وديال التاجر اللي كيخلص النسبه ديال 7% اللي كيخلص واحد الضريبه جبائيه مباشره على كل على كل عمليه البيع، انه كيتنهج معنا الاسلوب ديال كينات اسبرو. لان المجلس في حد ذاته المجلس فقط، اما الجانب ديال السلطه المحليه فهي قايمه بالدور ديالها كما ينبغي. فاحنا كنوجهوا الكلام ديالنا للسيد الرئيس الحالي، لان كيف يعقل باش غادي نراسلوه دابا تقريبا شهرين هادي الرساله ما بين يديه وما استجبش للرساله ديالنا؟ شنو كيعني هذا؟ انه ما عطيش قيمه لهذوك الناس ديال التجار تما، هذوك الناس مستهدفين. لو كانوا ما كانوش مستهدفين كل مشكل ديال كل المشكل هذا اللي هو الجانب اللي كنطلبوه حنايا اصلا كيصب في المصلحه ديال هذاك المرفق وفي المصلحه ديال البلديه، غير تزادوا المداخيل. ولكن مع الاسف لو كنا مستهدفينش ما غاديش يتعمل الاسلوب هذا. وكاين اطراف خارج على الموضوع بعيد على كل بعد على السلطه المحليه ولا على المؤسسه ديال المجلس البلدي. في الفيديو ان شاء الله الجاي الاخر غادي نكشفوا الواقع ديال هذوك الاطراف اللي خلاو هذا المشكل يستمر ديال هذاك المرفق. ان كنا كننتمي لواحد الجهاز، وذاك الجهاز في الفيديو الاخر ان شاء الله غادي نكشفوا الواقع والطريقه كيفاش كان كيشتغل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما طفيتيش.